مصنع الأجور بالمنطقة الصناعية عين الدفلة مشروع استثماري أعطى نفسا جديدا للتنمية الاقتصادية بالولاية، مساهما في توفير هذه المادة الحيوية في الأسواق المحلية. الحمد لله المؤسسة فتحت لنا مناصب شغل بولاية عين الدفلة، وهذا مفخرة لنا كسكان ولاية عين الدفلة. دخلت كعامل بسيط والحان الحمد لله يا ربي كاين هنا الأجهزة الحديثة اللي قدرت بالخبرة تاعي نقدر نتعلم بشوية، وتعلمت حتى أني نقدر نتحكم في لي ماشين كامل. خلنا دي مانوف عندي مدة 10 سنين أنا خدمة لهنايا، والحمد لله يعني دينا خبرة. طلعت من المانوفر طلعت أوبيراتور، الأوبيراتور راني دروك شيف ديكيب. 25 ألف وحدة من الأجور هي ما ينتج يوميا بهذا المصنع الذي يشغل أكثر من 80 عاملا، ينتظر أن يرتفع عددهم بعد استفادة صاحب المصنع من قرار التوسعة. مؤسسة تنتج 200 ألف طن سنويا، تحسين الإنتاج إن شاء الله في الأيام القادمة، مع أيضا إضافة عدد عمال جدد في التوظيف. رخصة الاستغلال خاصة في باش نطور المنتوج تاعنا، نتعاملوا مع مؤسسات كثيرة دوكا تساعدنا ثاني باش نستقطبوا أكبر عدد ممكن من العمال. حل مشاكل المستثمرين خطوة تشجيعية من شأنها المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.